الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، أنا مسرور جدا أن أكون معكم اليوم. والموضوع: لماذا المسلمون أسعد الناس، أو المسلمون أسعد الناس لماذا؟ نحن نأتي مباشرة إلى الموضوع إن شاء الله. وإذا قلنا هذا لبعض المسلمين الذين ابتعدوا عن تطبيق الإسلام، لعلهم يتساءلون: كيف المسلمون أسعد الناس؟ انظر في الغرب، السيارة جميلة والدجاجة مشوية تطير في السماء وكل شيء. أنتم تعرفون كثير من الناس يفكرون هكذا، ولكن أنا الحمد لله أنا أصلا منهم، وأنا أستطيع وأقول هذا بكل صراحة: المسلمون الذين يطبقون الدين ويستقيمون ويلتزمون بشرائع الدين ويلتزمون بالدين الإسلام هم أسعد الناس. ما دليلي؟ الدليل قوله تعالى في سورة النحل آية 97: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وفي نفس الوقت نتكلم عن هؤلاء الذين يعرضون عن دين الله، يقول الله تعالى في سورة طه آية 124: لمن يريد أن ينظر على ذلك في الكتاب في القرآن، يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لعل بعض الناس يتساءلون: أما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، إذا كيف نجمع بين هذا وبين هذا؟ الجمع سهل جدا، لأن الجمع مقارنة بالآخرة، مقارنة بالنار. ما يجد الكافر في هذه الحياة الدنيا جنة، لأن ما يجده في الآخرة: إن لدينا أنكالا وجحيما وتعاما ذا غصة وعذاب أليم. ومقارنة للآخرة ما يجد المسلمون سجن، لأن ما يجد في الجنة يجد في الجنة، كما قال الله تعالى في حديث قدسي: إني عددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطأ لقلب بشر. الحمد لله. ولكن الآن نتساءل، ممكن بعض الناس إذا قلت لهم هذا هم يقولون: نعم، ولكن لا أدري. أولا، ما هي السعادة أو ما هو محل السعادة؟ هل محل السعادة الجاي هنا؟ هل هذا ما كنت أسكت الآن؟ هل هذا محل السعادة؟ أو هل محل السعادة العين إذا نظر إلى المتبرجات أو إلى الفواحش؟ وهل محل السعادة الأذن إذا استمع إلى الأغاني؟ لا، محل السعادة القلب. ومن يملك القلب؟ الله سبحانه وتعالى، ويملك كل شيء، ولكن هو يدخل السعادة في قلوب الناس. وثم إضافة إلى ذلك، هذا الشعور يتعلق بأمرين: بالضراء والسراء. الإنسان الذي يجد مثلا مالا ويجد أشياء جميلة، صحة، نحن نعتبر عمره سهلا، أنه يكون سعيدا. ولكن الإنسان الذي يعيش وهو مريض وعنده مشاكل، أنه يكون سعيدا، نحن نعتبر ذلك صعبا. ولكن ممكن بعض الناس لا يعرفون، حتى في الغرب الناس يمرضون ويموتون. يا فعلا بعض الناس لا يعرفون ذلك، هناك يوجد في كل شيء يوجد حبة أنت تأكلها ثم بعد ذلك خلاص المرض. سرطان؟ إنك سرطان؟ طيب،
الحقنة خلاص برا ذلك أنت صحيح. لا، الأمر ليس كذلك، بل المستشفيات مملوءة. الآن ننظر إلى حالهم في هذه الأحوال وننظر إلى أحوالنا. تعرف من أكثر أسباب الموت في الغرب الانتهاء، كل 48 دقيقة انتهاء. الآن في ألمانيا أنت تذهب إلى المستشفيات، ترى الناس، أنت تفتح النافذة المبردة تأتي وتقول أغلق النافذة، لأنها تخاف أن أحد يكثف من النافذة إلى الخارج. نحن لما كان الشيخ أبو سعد الحويني عندنا في ألمانيا، أنا ومحمد سعد، الشيخ محمد سعد تلميذه، نحن ذهبنا سويا إلى المستشفى، وكان هناك في المستشفى واحد مغربي، شلل نصفي، ليس شلل نصفي بل شلل، ولا يستطيع أن يحرك إلا رأسه ويده اليمنى، يده اليمنى. انظر الآن هذا الرجل، نحن دخلنا غرفته ونسأله كيف حالك، ماذا يقول؟ يبتسم ووجهه يتلألأ كأن النور يخرج من وجهه ويقول الحمد لله ويبتسم. أخي لا تصور هذه الحال، هذه الحالة فعلا صعبة، ليس كذلك؟ هذه حالة فعلا صعبة، ولكن حتى في هذه الحالة للمسلم الرجاء، لأنه يعرف ويستطيع أن يذكر الله، وأن الله يقول إن عظم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله رده ومن سخط فله سخط. شخص ولدت له بنت مريض مسلم، لما ولدت هذه البنت هي كانت في عناية مرقزة، تعرف ماذا فعل هذا الرجل؟ بكى. تعرفون لماذا؟ من الفرح، لأنه ذكر هذا الحديث إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. انظر هذا وهذا فعلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن صابت السراء شقاء فكان خيرا له، وإن صابت الضراء الصبر فكان خيرا له. ولكن عند الكافر إن صابت الضراء، لماذا أنا دائما أنا شوف ما هو مشاكل، فعلا أنا عارف الناس ليس عندهم مشاكل كبيرة، ولكن يشعرون باليأس، يأس فعلا هكذا. والمسلم هذه في هذه الحالة يقول الحمد لله إن الله ابتلاني. نعم نحن لا نرجو الابتلاء، ولكن إذا جاء الابتلاء الحمد لله للمسلم الرجاء أن الله يكفر عن ذنوبه عن سيئاته بسبب هذا البلاء. سبحان الله، هذا الآن في الضراء. الآن نتكلم عن شيء أخرى في الصراع، ماذا يفعل الكافر إذا حدث له شيء؟ هو حصل على مال كثير، بعد ذلك يخاف أنه يفقد هذا المال. هذا فعلا هكذا كثير جدا تجد هذه الأحوال، ثم هو يجد هذا المال، ثم أين الهدف؟ أين الغاية من حياته؟ لا يوجد، لا يوجد، ولكن عندنا هذا يوجد. هو مثل شخص في صحراء الذي ينتقل من سراب إلى سراب إلى سراب إلى سراب، سراب المال وسراب الزنا وسراب الفواحش وسراب الموسيقى وسراب وسراب وسراب، ولا يجد طريقا. والمسلم هو في هذه الصحراء، هذه الحياة الدنيا فيها تعب صح، ولكن المسلم هو يعرف هناك مرشد وهو يرشده إلى هذه المدينة خلف الصحراء، أنا أقصد في هذه الدنيا المرشد النبي عليه الصلاة والسلام. إذ اتبعوا هو يسل بتاعته وبرحمة الله إن شاء الله إلى الجنة، نسأل الله أن يدخلنا الجنة. آمين. انظروا الآن، أريد أن أذكر لكم بعض الأشياء. تكلمنا عن المستشفيات، هذا الآن تكلمنا الآن عن القلوب، كيف يواجه المسلم الضراء أو المشاكل. الآن نتكلم عن تعاليم الإسلام. أتعرفون مثلا إننا في ألمانيا
إذا كان مسلم في المستشفى الناس يتعجبون دائما. مثلا الشخص الكبير السن يركض على السرير غير مسلم، كل يومين يأتي أحد من أسرته أو كل أسبوع واحد. المسلم كل يوم الناس يتوب، يعني كل يوم الناس يزورونه. يعني أخوة انظر، هذه المشكلة، نحن نقيس السعادة بهذه الأمور، المال. أنا أضرب لكم مثال. لو قال لك شخص أنا أعطيك 1,000,000 يورو لطفلك، هل تطيع طفل؟ لا. 10 ملايين؟ لا. يعني كل أموال الدنيا أنت لا تطيع طفل. الآن الأسرة مسلمة، طفل طفلان، 3 أطفال، والأسرة كبيرة، والعلاقة الأسرية جيدة غالبا. عندهم الأسرة تتكون من 4 أشخاص في الغالب: أب، أم، ابن، والكلب. هذه الأسرة هنا. نعم. ولذلك الناس، يعني هذا شيء يجعلك مسرورا، أليس كذلك؟ أنا مثلا أتبر هناك، نحن هناك في الشوارع. إننا مثلا الآن أبي وأمي انتقل إلى مكان، البيوت جميلة. أنا كنت الآن زرت ألمانيا مع زوجتي وأطفالي الحمد لله، وأنا رأينا هناك كل يوم أي واحد في الشارع، كل شيء ميت. هنا أنت تذهب إلى الشارع، الأطفال يلعبون، أنت تذهب إلى الأسرة، كل الناس يأتون، الحمد لله. هذه السعادة الحقيقية أيضا من السعادة الحقيقية. أنت تجد هذه من التعاليم الإسلامية، أنك تزور المريض، وأنك تزور الأسرة، وأن هذا الإكرام وهذه الأشياء، هذا مهم جدا. ولكن نحن أمامنا الكنز ونحن نريد الخنز أو بعضنا. إذن أنت تبحث في أي حال أنا كيف هذا المخاطب إلى ما يحتاج إليه، ثم أنت تأخذ الدواء المناسب. عنده حب الدنيا، الدواء المناسب. عنده مشاكل مع المال، دواء المناسب. لذلك أيضا القصص الأنبياء، لعلكم يعني فكرتم أيضا في ذلك، الله يعلمنا في ذلك كيف نعامل مع الناس الذين يغرقون في الفواحش، مثل قوم لوط. وكيف نعامل الناس الذين عندهم مشاكل مع المال، مثل على مدين وآخرون مثل ذلك. واليوم لما دخلت هنا أنا أقول سبحان الله، الناس ما شاء الله كلهم أفضل مني، يعني ملتزمون، والله أكبر. فهذا الموضوع في الواقع موضوع للناس الذين فعلا ينظرون إلى الغرب نظرة الاحتسان والإعجاب. ولكن أنا كنت لما جلست هنا ظننت سبحان الله ممكن أنا أغير الموضوع. وأنا كتبت قبل ذلك، كتبت الموضوع على ورقة، ثم يعني فتحت الورقة وجدت هذه الورقة قاطعة، هذا ليس في الموضوع. كلامت له، ثم يعني كنت أفكر، ولكن ظننت إن شاء الله هذا عايز مفيد، لأن أحيانا علينا فعلا أن نفكر في هذه النعمة، في نعمة الإسلام. وأنت لا تعلم النور إذا ما علمت الظلمات قبل ذلك. من علم الظلمات يستطيع أن يقدر النور. ثم قلت أنا لا أتكلم معكم فقط عن هذا الموضوع، لكن أنا أريد دائما أنكم تستخرجون من هذا الكلام بعض المعلومات التي تساعدكم أيضا في دعوة. مثلا الآن إذا تكلمت مع هؤلاء الذين يقول شوف انظر هناك في الغرب السعارة أنت تستطيع أن تعرف أن في ألمانيا كل 48 دقيقة انتهار، وأن الانتهار من أكثر أسباب الموت في الغرب. لذلك هذا موضوع للدعوة. نحن لسنا هنا فقط لأنفسنا
بل نحن نريد أن نستفيد من هذا لكي نلقي هذا الكلام للآخرين. وأنا قبل أن تكلمت أمس تكلمت أيضا عن السعادة، كن سعيدا فالتزم بالإسلام، اليوم المسلمون أسعد الناس. لماذا؟ لماذا تكلمت عن هذا الموضوع؟ أنا ما تكلمت فقط للجمهور، بل هناك من يسجل هذا. وأنا فعلا أنا دعوت الله أنه يهدي بهذا الكلام 10 ملايين من شباب المسلمين في البلدان العربية. آمين. وهذا بسببكم، هذا لأنكم إن شاء الله تأخذون هذا، وهذا سهل جدا. أحيانا نحن لا نجد فرصة، كيف أخاطب هذا الشاب مثلا الذي يقف هناك في الشوارع هكذا إنه زجاجة بيرة هنا، فكيف أخاطبه؟ فهم؟ ممكن أن تخاطبه هو يقول لا تعرف أنت، فهم؟ فلكن ذهبت إليه أخي السلام عليكم، منه هنا هدية جميلة، هدية محاضرة أبو حمزة الألماني مثلا، الألماني أنا لا أعرف الألمانية، لا بالعربية كيف بالعربية يتكلم بالعربية ألماني؟ لماذا الألماني يحتاج إلى العربية؟ فعلا يعني أخي أنا رأيت هذا كثيرا، أنا مثلا نقول نحن نتكلم بالألمانية بالعربية ينظرون، أنا مثلا أقول أنا درست العربية عندنا في الجامعة في ألمانيا، أتدرس العربية عندكم في الجامعة؟ كأنه لا يعطي لهذه اللغة قيمة. يا أخي هذه اللغة تتكلم في كل أنحاء العالم، هي من أهم اللغات طبعا بالنسبة لنا، هذا واضح ليس فقط في الإسلام بل أيضا بالنسبة للاقتصاد والسياسة ومثل هذه الأمور. سبحان الله، في كم من بلد اللغة العربية هي اللغة الرسمية؟ سبحان الله، من المغرب إلى العراق، وحتى بعد ذلك في كثير من البلدان الإسلامية الناس يتكلمون العربية، وكثير من الناس تعلموا اللغة العربية. ولكن على كل حال إذا ذهبت إليه مثلا في هذه الهدية ممكن يتفرج على ذلك، ثم بعد ذلك يفكر في نفسه. وأنتم تعرفون أغلبية الناس هنا يحبون الدين، حتى لو كان، وهذا فعلا عجيب في الإسلام، تعرفون ذلك؟ هذا فعلا عجيب في الإسلام. أنت تجد شخص هو الفاسد بالدرجة الأولى، لا يصلي، يتناول المخدرات، يشرب الخمور، زنا، البرنامج كامل من فوق إلى تحت، كل شيء موجود. ولكن إذا صب أحدنا معه الرسول صلى الله عليه وسلم يقتله مباشرة. هذا فعلا عجيب، أنت لا تجد هذا إلا في الإسلام، أن أناس بعيد جدا يعني ألوف كيلومتر عن الالتزام، ولكن مع ذلك يحبون الدين، يحبون النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك هم يحتاجون أحيانا فقط إلى كلمة بسيطة. في السنة الماضية أنا كنت في كفر الشيخ في مصر في مسجد ابن تيمية في هذه الأيام، فجاء إلي شخص مصري بالقميص واللحية، وانظروا الآن، لذلك أريد أن أقول، هو يقول لي أنا يا أبا حمزة جزاك الله خيرا، أنت سبب في التزامي، أنا يجتيك كثير يعني في مصر، يعني شيوخ كثير قنام، أنا رأيتك في تلفاز وأنت قلت هذا في قناة المشت قبل 4 سنوات، قلت الفواحش لا تدخل السعادة في قلوب الناس، وهذا الكلام أثر علي. ولذلك أحيانا يا أخي لا تستخف نفسك، أنت أحيانا تأتي بكلام بسيط جدا وهذا الكلام يؤثر، وممكن هذا الشخص الذي يبدأ وأن يسلم بسببك يصبح عالما من علماء السنة، ما يدرك ذلك، وهذا يحدث. ولذلك أنا أقول لكم أنكروا هذا الكلام. ثم أريد أن أقول لكم لأني أجد هذا في كل مكان، هنا وفي مصر وفي السعودية، في كل مكان نشرت فكرة، أنا لا أتكلم عنكم الآن بعين، ولكن عموما نشرت فكرة أن الدعوة محصورة على المساجد،
وهناك بعض الأعداء الإسلام هم يريدون ذلك، ولكن الأمر ليس كذلك. الدعوة ليس فقط أن أدرس كتابا، مثلا الكتاب يدرس هذا في المسجد، هذا نوع من الدعوة. هناك نوع من الدعوة، نوع ما غير مسلمين، وهناك نوع مع المسلمين العصاة. هذان مجالان كبيران جدا. ثم هناك نوع ما عن البدع، دعوة التصيح، وهناك نوع التعليم مثل في المساجد، مثل تحفيظ القرآن، وكل هذه الأنواع مهمة جدا. ولكن ليس كل أحد يستطيع مثلا أن يدرس كتابا. ولكن تصوروا الآن إذا رجعتم اليوم إلى بيوتكم، فكروا في حيكم، في جيرانكم، فكروا فيه، وكل نفس بمن دعوت منه. لأننا نحن نفرحنا الآن، ما شاء الله شباب، لا أعرف كم نحن الآن، ولكن كثيرون، ولكن ما عدد السكان هنا في أغادير؟ ما عدد السكان؟ إذن النسبة ما زالت قليلة. وماذا نريد نحن؟ هذا دين الرحمة، وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين. نحن نريدهم أيضا أنهم يرجعون ويأتون إلى هنا، يأتون إلى المساجد، يأتون إلى الصلاة. ولكن كيف نستطيع هذا؟ أخي، أولا النية، الهدف، لابد أن يكون هدفك أن يدعو كل شخص في حيك، جيرانك. والهداية في بيد الله، هو يهدي من يشاء. ولكن عليك البلاغ. ممكن أنت تعطي فعلا بتذكرة، بذكرة، بكلام، بكلمة بسيطة، وهذا الكلام يدخل في قلبي. وكم مرة رأينا مثل هذا، كم مرة. ولذلك فكر أولا ثم خطط. الدعاء ثم بعد ذلك ادعو الله. الدعاء فعلا، انا دعوت الله مره، انا كنت في القطار ودعوت الله ان يعطيني فرصه لدعوه وانا في القطار. ثم القطار، اقرا القطار وانا نمت في القطار. ثم في النهايه استيقظت وتجاوزت المحطه التي يعني أنزل فيها دائما. الوقت، سبحان الله، الآن عليك أن ترجع. الوقت دائما، الحمد لله جيد. أنا أنتظر القتال الذي يرجعني إلى محطتي. ثم يأتي القطار، أنا أجلس في القطار وأنتظر. ثم آخر لحظة المنادي ينادي أنهم يغلقون الآن الأبواب. ثم أنا أسمع خطوات، واحد يجري ويجلس خلفي، هنا خلفي مباشرة، وجرى هكذا ويتكلم مع أحد، يقول أقسم بالقرآن، هذا عندك؟ أقسم بالقرآن، هذا عندك؟ هذا مباشرة، الحمد لله، مجال الدعوة. آمنا بالله وما أنزل، لا نعلم، ولكن ننظر إلى هذه القصة ونحلل هذه القصة. أولا، هي ليس دليل على نسخ الرجل في النصرانية، ليس دليل أبدا، لأن ما قال هذا الحكم منسوخ، وقال من لم يسلم فليعمل الحجر الأولى، بالعكس هي إثبات الحكم والرجم عندهم لكل شخص له عقل. ثانيا، لو حدث ذلك، ثانيا لو حدث نفس الشيء عند النبي عليه الصلاة والسلام، جاءوا شهود ثم يتنازلون عن الشهادة، هل النبي يرجم امرأة ليس هناك شهود، بل شهود تنازلوا عن الشهادة وهي ما اعترفت بنفسها؟ لا.
هذا لو هدف هذا ان نبيلة ما رجم زانية، لانها ليس هناك شهود، الشهود تنازلوا وانصرفوا. اين هم؟ السؤال الاول انصرفوا. ثانيا، ثالثا، الاحبار وجدوا امرأة وقعوا في الزنا. السؤال اين الرجل؟ فر؟ اين الرجل؟ رابعا، اذا اردت ان تقوم الحد على احد، هل تذهب الى السلطه؟ وهل تذهب الى الخباز؟ وهل تذهب الى الجزار؟ اذا اردت ان تشتري خبزا انت تذهب الى الخباز، صح؟ اذا اردت ان تشتري لحما انت تذهب الى الجزار. اذا اردت ان المرأة ترجم انت تذهب الى اين مكان؟ الى الحاكم، الى القاضي. اذ نسأل، هل كان عيسى حاكما قاضيا؟ لا، هو لم تولى على مثل موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، هم كانت لهم سلطة، ولكن عيسى لم يكن له سلطة، لذلك استطاعوا بعد ذلك وحاولوا أن يقتلوه مثل ذلك، ولكن محمد وموسى كانت لهما سلطة. إذا ليس من المنطق أنهم يذهبون إلى عيسى. خامسا، هذه القصة ليست موجودة في أقدم المخطوطات للعهد الجديد، إذن هذه القصة مزورة، أدخلت على العهد الجديد. أنا قصصت القصة، جاء نصراني إلي وقال أنا فهمت صح، محمد كان على الحق لما رجم زانية. ثم يأتي الملحد ويقول أنا أريد أن أسلم. جئت الآن بالأدلة على أن الله موجود، لا أرى عندكم بالعجب في وجوهكم، ولكن أنا أقول لكم شيئا، الفطرة الإنسانية، أنت أحيانا تذكر شيئا من القرآن والسنة، وأنت تطبق شيئا وشخص له فطرة، هذا يدخل في قلبه والإيمان يدخل بهذا في قلبه فعلا. ولذلك شوف، كل شخص له أتباع ببعض العناصر، إما له سلطة، وإما له مال، وإما له جمال، وإما له منطق أو عقل. كل هذه أربع أشياء، سلطة، مال، جمال، وعقل، كل هذه الأشياء قد تكون موجودة عند نبي من الأنبياء، مثلا السلطة سليمان، مال سليمان داود، مثلا جمال عند يوسف، مثلا العقل طبعا عند كلهم، ولكن مثلا إبراهيم هو بارز جدا يعني في كيف حاجة الآخرين مثلا، وعيد محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن كلهم طبعا أقلاء وعندهم ذكاء، ولكن هناك شيء واحد هي فقط موجودة عند شيء موجود عند الأنبياء وأتباعهم، الفطرة. أن الناس يتبعون بالفطرة، يرون شيئا من تطبيق الإسلام وهذا يدخل في القلب. ولذلك من الخطأ ما يقول بعض الناس، شوف أفكر نحن نحرك اللحى ونحن لا نثير الإسلام هكذا، لأن لو لبسنا هكذا نحن نبعد الناس عن الإسلام. هذا حلم، الخبرة تدل على شيء آخر، بل الناس الذين يطبقون الدين ويثبون هكذا أكثر الناس الذين يسلمون عندهم. ولذلك أنا أردت فقط أن أقص لكم هاتين قصتين، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا.